جايز اهلا وسهلا بيكم، انا جو. النهارده رجعت لكم فيديو جديد، والنهارده هنعمل مع بعض المكرونه البشاميل. سهله جدا وحلوه جدا وهتحبوها جدا جدا. ويلا نبدا بالمقادير بتاعتنا. اول حاجه معانا في المقادير نص كوبايه دقيق، ومعانا كوبايتين ونص لبن، نص كوبايه زبده، معلقه صغيره ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة جوزة الطيب. ويلا بينا نبدأ في عمل البشاميل. تمام، اول حاجة معايا هنا حلة على النار، هجيب الزبدة بتاعتي واحطها وهسيح. استنى الزبدة بتاعتي تسيح وارجع له. الطريقة دي سهلة جدا وهتحبوها قوي، وطعمها حلو جدا كمان. ادي الزبدة بتاعتي اهو بدأت تسيح، البشاميل ده حلو وما بتحطش فيه بيض خالص، سهل جدا. دلوقتي زي ما انتم شايفين الزبدة بتاعتي ساحت، هبدأ احط نص كوباية الدقيق بتاعتي واقلب كويس جدا بسرعة. هخلط الزبدة كلها بالدقيق، ومش عايزة اخلي كده دقيق يعني ما تخلطش بالزبدة. زي ما انتوا شايفين كده خلطت كويس جدا، مفيش اي دقيق ما دبش، مفيش كتل. اتاكد كويس جدا ان كل حاجه يعني مفيش كتل كده فيها ودابت خالص. تمام، زي ما انتم شايفين كده قلبناها كويس جدا جدا، ما فيهاش اي كتل او اي حاجه. بصوا دلوقتي بقى هاخد اللبن بتاعي وابدا احط اللبن. زي ما انتم شايفين احطه كله وهبدأ أقلب كويس واخلط كله في بعضه. برضه هقلب كويس بحيث ان ما يبقاش فيه كتل من الزبدة خالص. الزبدة تدوب مع اللبن وكل حاجة تتخلط في بعضها كويس جدا جدا جدا. تمام، انا كده قلبت كويس اهو. زي ما انتوا شايفين ودلوقتي هبدا احط زي ما انتوا شايفين. بصوا القوام كده قبل ما اوريكم ان احنا هنحط التوابل. نبدأ نقلب فيها كده، نقلب عشان تتقل. بصوا القوام
دلوقتي بقى هبدأ احط التوابل اللي هي الملح والفلفل الاسود وجوز الطيب، وبرضه اقلب كويس جدا كل حاجة في بعض. بصوا القوام بتاعها حلو جدا، طبعا مفيش حد ما بيحبش المكرونة البشاميل، كلنا بنحبها وبنحب نعملها صغيرين وكبار كلنا بنحبها جدا، فعملت لكم الطريقة دي علشان كلنا نعملها مع بعض. دلوقتي زي ما انتم شايفين البشاميل بتاعي اهو بعد ما برد شوية، زي ما انتم شايفين القوام بتاعه كده تقيل، ومعايا المكرونة بتاعتي دي مكرونة مسلوقة، طبعا هي مش مهرية بس مسلوقة كده، ومعايا اللحمة المفرومة بتاعتي كنا عملنا قبل كده طريقة التعصيق بتاعتها في فيديو قبل كده، هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. ومعايا هنا دي صينية مدهونة سمنة، هبدأ احط طبق كده خفيفة من البشاميل وافردها، افردها كويس في الصينية كلها وفي الجوانب وكل حاجة. تمام زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ اخد المكرونة واعمل برضو طبقة. قبل ما احط كده يعني هاخد زي شوية من البشاميل ده واحطه على المكرونة بتاعتي واقلبها، بحيث ان الطعم كده بتاع البشاميل يبقى في المكرونة كلها، يبقى طعمها حلو قوي. دلوقتي انا قلبت المكرونة اهو زي ما انتم شايفين في البشاميل، هبدأ اعمل بقى الطبقة بتاعت المكرونة. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت اهو، عملت طبقة من المكرونة اللي انا حطيتها في البشاميل. دلوقتي هبدأ اخد من اللحمة المفرومة واعمل طبق تاني فوق المكرونة. اهم حاجة اوزع اللحمة المفرومة كويس جدا في الصينية كلها، ما يبقاش في حتة فيها كتير وحتة فيها قليل. زي ما انتم شايفين كده انا عملت الطبقة بتاعت اللحمة. دلوقتي انتم لو حابين تزودوا الجبنة الموتزاريلا دي ممكن تزودوها، انا حبيت ازودها قوي، بتدي برضو كده طعم وبتمط كده واحنا بناكل. لو مش حابين عادي ممكن تعملوا سكيب للخطوة دي يعني، وتدخلوا على الخطوة اللي بعدها اللي هي ان احنا هنعمل طبقة تاني من المكرونة. زي ما انتم شايفين كده عملت الطبقة بتاعت المكرونة، بصوا الطبقات المكرونة والبشاميل واللحمة وكل حاجة. دلوقتي بقى هاجي لاخر طبقة اللي هي البشاميل اللي من فوق، وهبدأ انزل البشاميل على المكرونة بتاعتي. مخدتش معانا وقت خالص في ان احنا نحضرها، ولذيذة جدا جدا، وكمان مفيش بيض في البشاميل فمفيش يعني زفارة او كده، فبتبقى احلى كمان. زي ما انتم شايفين نزلت كل الكمية بتاعتي، وببدأ ان انا افردها كويس جدا بحيث ان هي ايه تدخل في كل الفتحات اللي بين المكرونة وتدخل في الجناب وكل حاجة، فهتبقى مغطية الصينية كلها. زي ما انتم شايفين كده ادخلها في كل مكان في الصينية.
تمام زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي بقى هبدأ دخلتها في الفرن، سبتها شويه، وبعد كده قبل ما يعني ابقى خلاص قربت اخلص واطفي عليها طلعتها، وهحط عليها من الجبنه الموتزاريلا. لو برضو مش حابين تحطوا ممكن تسيبوها تكمل في الفرن عادي جدا، ما فيش اي مشكله. بس ده قبل ما اطلعها يعني قولوا بعشر دقايق او حاجه زي كده هبدا اطلعها واحط عليها الجبنه الموتزاريلا وافردها، برضو ما خليش فيه كتل كده، برضو بتمط بيبقى حلو قوي يعني طعمها. وطبعا هرجعها الفرن تاني واخليها تكمل سواها. زي ما انتوا شايفين كده طلعتها من الفرن، بصوا اللون وبصوا ريحتها فظيعه فظيعه جدا جدا. اللون اللي هي واخداه ده مش طبيعي، حلوه قوي، طعمها تحفه تحفه تحفه، ريحتها مش طبيعيه، وكل حاجه فيها تجنن تجنن. يا رب تكون عجبتكم، ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي رايكم، وكمان ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، واهم حاجه تدوسوا على جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد بينزل على القناه بتاعتي. وباي باي.